السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بعض أهل العلم يستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. على أن قول الزور من مبطلات الصيام، فهل هذا في محله؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. توجيه الحديث كيف يشير؟ أو أقصد توجيه الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان ليصلي وما كتب له من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا عشرها وما أشبه ذلك. فالمراد أن الصوم الكامل هو الذي يصوم فيه الإنسان عن قول الزور والعمل به والجهل. وأما الصيام فمعروف كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم أتموا الصيام من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الصيام، أن يصوم عن هذه الأشياء وما شابهها. وأما الصوم عن القول المحرم فلا شك أنه أكمل وأفضل، وهذا هو الحكمة من الصوم، ولكنه ليس بشرط فيه. قال الإمام أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لن يصوم، من يسلم من الغيبة؟ طب كيف تكون صيغة الحديث يا شيخ، أو يعني اللفظ الذي يجعل أن لا من لم يدع قول الزور والعمل به، ما قال فصلاته فصومه لا يقبل، بل قال ليس لله حاجة، يعني ليست هذه الحكمة من الصوم. الحكمة من الصوم أن يصوم عن محرم الله.